ونبدأ نشرتنا الرياضية مع آخر أخبار كأس العالم ومنتخب كرواتيا اللي حصد المركز الثالث في كأس العالم 2022 بعد فوزه على المغرب بنتيجة 2-1 في المباراة اللي جمعتهم على استاد خليفة الدولي لحسم المنافسة على المركزين الثالث والرابع في مونديال قطر. تقدم المنتخب الكرواتي بالهدف الأول عن طريق جيفارديول في الدقيقة 7 من بداية اللقاء، ونجح أشرف داري في تسجيل هدف التعادل للمنتخب المغربي في الدقيقة 9، ورجع المنتخب الكرواتي سجل الهدف الثاني عن طريق ميسلاف أورسيتش في الدقيقة 42 من المباراة. جيفارديول مدافع منتخب كرواتيا حصل على جائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده قدام المغرب في المباراة للحصول على المركز الثالث في كأس العالم 2022، ونجح اللاعب الكرواتي في تسجيل أول أهداف المباراة في الدقيقة 7. حصل منتخب المغرب على المركز الرابع في بطولة كأس العالم 2022 بعد الخسارة من نظيره الكرواتي، ومن المقرر أن يحصل المنتخب المغربي على 25 مليون دولار بعد الحصول على المركز الرابع في البطولة. الحساب الرسمي لبطولة كأس العالم قطر 2022 كشف كواليس حفل ختام كأس العالم قبل انطلاق مباراة فرنسا والأرجنتين النهاردة، وكتب حساب البطولة على تويتر: ليلة لا تنسى قبل نهائي كأس العالم 2022، هيكون عندنا عروض حية من نجوم الموسيقى التصويرية في كأس العالم. اختتم منتخب الأرجنتين بقيادة مدربه ليونيل سكالوني تحضيراته لخوض المواجهة القوية أمام المنتخب الفرنسي، واللي هتتلعب النهاردة الساعة 5 على ملعب لوسيل في المباراة النهائية للنسخة رقم 22 من بطولة كأس العالم. سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين أكد أن مواجهة فرنسا والأرجنتين النهاردة في نهائي كأس العالم هي مباراة أكبر بكتير من ميسي ومبابي. وقال سكالوني في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: مبابي واحد من أبرز اللعيبة، لسه صغير في السن وممكن يكون أفضل من كده، لكن المنتخب الفرنسي ما بيعتمدش على مبابي وبس، المباراة فيها لعيبة من أفضل نجوم العالم. مارتينز حارس مرمى منتخب الأرجنتين أكد هو كمان أن وجود مشجعين من كل أنحاء العالم لدعم راقصي التانجو بيمنحهم أفضلية خلال المباريات، وقال كمان في المؤتمر الصحفي قبل المباراة النهائية: عاوزين نقدم كل حاجة عندنا علشان نحقق اللقب المونديالي. ديدييه ديشان المدير الفني لمنتخب فرنسا أكد أن فريقه جاهز لمباراة الأرجنتين وعايز لعيبته تكون في أفضل حالة، ولازم يحافظوا على تركيزهم ويكونوا هادين، لأن الهدف من مباراة النهاردة أنهم يخرجوا وهم شايلين اللقب. هوغو لوريس حارس مرمى وقائد منتخب فرنسا أكد أن منتخب بلاده في كامل تركيزه للدفاع عن لقب كأس العالم اللي محتفظ بيه من النسخة اللي فاتت، وقال في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: ما عنديش أخبار جديدة عن المصابين في المنتخب الفرنسي، ما قابلتش حد منهم، والأمور اللي زي يعني الأمور زي دي لا يمكن التنبؤ بيها، علشان أننا نستعد جيدا ونحافظ على تركيزنا للنهائي. منتخب مصر للتجديف حصد ميداليتين ذهب وخمسة فضية واثنين برونز في النسخة الـ14 للبطولة الإفريقية للتجديف، واللي بتقام في مدينة العلمين الجديدة، واللي بينظمها كمان الاتحاد المصري للتجديف بمشاركة 13 دولة. وحصل سيف الدين محمد على الميدالية الذهبية في المركز الأول في سباق فردي رجال تحت 23 سنة. كمان حصل حسام دخلي وأدهم هشام بالميدالية الذهبية لفوزهم على المركز الأول زوجي مزدوج للمجديف خفيف الوزن الرجال تحت سن 23 سنة. مشاهدينا، خلصت نشرتنا الرياضية، ونرجع نكمل باقي فقراتنا في صباح الخير يا مصر مع بسنت ومصطفى.